مصري، من التعديل الوزاري إلى حركة تعديل أخرى، ولكن فيما يخص المحليات. اليوم السابع تعنون وزير التنمية المحلية حركة تكميلية لتعيين 70 بالمحليات قريبا. التفاصيل أن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أكد أنه تم بالفعل تعيين 180 من رؤساء ونواب رؤساء المدن خلال الحركة اللي تم إعلانها منذ عدة أيام، وقال أنه سيتم أيضا إعلان حركة تكميلية هيتم فيها تعيين 70 آخرين في الأيام المقبلة، وأكد أنه حركة المحافظين والوزراء من اختصاص الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وأنه لا دخل له بها. وإن كان لم يرد دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية على ما أثير عن الحركة اللي حصلت في المحليات، وتحديدا إثارة أنه كان هناك أكثر من اسم لنفس المنصب في عدد من المحليات في عدد من المحافظات.